أصلاً الإساءة الجنسية لها آثار طويلة المدى، ممكن تمتد لسنوات على الشخص المساء إليه، على أسرته، وعلى المجتمع بأكمله. لهيك لو مستقبل آمن في نيوزيلندا، منحاول إحنا نحد ونقلل من حدوث هاي الإساءة، سواء كانت ضمن إطار الزوجي أو خارجه. طبعا إحنا عارفين كمجتمع عربي محافظ، في عنا جدا تحفظ عن مناقشة أو إثارة هيك قضايا اللي بتخص الأمور الجنسية، لكن إحنا هون بنحكي بسياق الإساءة الجنسية عشان نتأكد إنه إحنا ما بنسبب أذى لشخص آخر ولحياة صحية سليمة. إحنا بننصح الكل إنه يتحاور مع شريكه، يكونوا متأكدين إنه ما حدا فيهم بيسبب أذى للتاني، نسمع لبعض، كمان ننتبه للغة الجسد لأنها كتير مهمة في العلاقة وبتعبر عن المشاعر، ومو غلط إنه أي حدا من الطرفين يتوقف لما إنه يحس إنه الشخص التاني مش مرتاح. من جانب تاني، للأسف في بعض الناس تستخدم الدين أو الثقافة لإحداث هذا الأذى أو الضرر، وهذا الإشي مو عذر. وكمان من غير القانوني بنيوزيلندا إنه شخص يستخدم سلطته أو يجبر شخص آخر على ممارسة الجنس بدون موافقة أو قبول، سواء هاي السلطة سياسية، دينية، أو حتى أكاديمية. لهيك نتمنى منكم أي حدا فيكم عنده شك أو معرفة بأنه شخص تحت أذى جنسي أو ممكن شخص تاني يؤذي، تتوجه مباشرة لشامة، تطلب منهم المساعدة، وأنا متأكدة أنه عندهم فريق مختص متدرب، لأنه يزودكم بكل الاستشارات اللي بتحتاجوها. ودمتم برعاية الله.